السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم في فيديو بتاع النهاردة رسم لوحة عن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسم بألوان الفيبر كاستل المائية، دي ألوان خشبية، أقلام خشبية اهيت. بنعمل شجرة بنسب النبي اهو، بنعمل الشجرة قلم لون بني. نعمل الفروع، الفروع دايما تكون تخينة من تحت ورفيعة من فوق زي ما انتم شايفين. وأطراف الفروع رفيعة جدا، دايما الشجرة تخينة من تحت والفروع رفيعة متطرفة اهو. نعمل الفروع، أنا مخطط الرسمة بقلم رصاص خفيف وبعيد عليها اهو زي ما انتم شايفين. الرسمة دي تعبر عن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنعمل بلون بقلم أخضر اهو تخطيط للرسمة، تخطيط مبدئي اهو للأرض اهي والنجيلة بلون أخضر. وبنعمل دوائر، بعد كده هنكتب في الدوائر دي بالقلم الأخضر اهو. أنا معلم عامل الدوائر دي ببرجل اهو، برجل اهو عملتها كلها ببرجل وبقلم اخضر. بنحدد على القلم الرصاص، لوحة تعبر عن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل كده عملنا لوحة بالبطاقة المحمدية فيها بيانات الرسول كلها، البطاقة المحمدية. اللي ما شافش الفيديو يرجع له على القناة. دي لوحة لنسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عملنا الدوائر اهي باللون الأخضر، عملنا الشجرة، عملنا التحديد المبدئي للرسمة كلها. بنعمل النجيل اهو تحت اهو، عبارة عن خطوط بالقلم الأخضر التقيل اهو. الأقلام اللي معايا دي أقلام فيبر كاستل المائية، أقلام جميلة جدا، الألوان بتاعتها زي اللي انتوا شايفين، بلون أخضر فاتح أهو. قلم تاني أهو، بنعمل التفتيح الأماكن المضيئة زي ما قلنا، الرسم زر ونور غامق وفاتح. زي ما انتوا شايفين بنلون اهو النجيلة من تحت اهو. بنعمل خطوط. ياريت اشتراك في القناة فضلا وليس امرا، اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد، واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم. بعد كده
نلون الشجرة بلون بني بالقلم البني اهو غامق من جهة اليمين، ونخف درجة اللون من جهة الشمال اللي عليها الإضاءة، بيدينا الظل والنور على الشجرة وعلى فروعها. زي ما انتوا شايفين اهو الموضوع سهل بسيط، بيدي تقسيم في الشجرة. يبقى بننتقل من جهة اليمين وبنخف درجة اللون من جهة الشمال، بيدينا تدرج لوني من ظل للنور. أماكن مظلمة وأماكن لها إضاءة بتبقى فاتحة. بعد ما نخلص الرسمة كلها هنيجي بقى نكتب في الدوائر دي كلها. نرسم الورق بتاع الشجرة برضك، نكمل الرسمة. الورق الشجرة بتدي لون جمالي، بتدي شكل جمالي اهو. نعمل اللون التقيل وجنبها نعمل باللون الأخضر الفاتح. الرسمة سهلة جدا وبسيطة، وأي حد منكم يعملها. هنيجي بقلم فلوماستر وبنكتب بقى ايه قوم سيدنا محمد، طبعا قوم قريش. قوم بتوعه في الأول كلمة قريش، هي قوم سيدنا محمد قريش. بعد كده أول حاجة في الشجرة هنعمل نكتب عبد المطلب، جده عبد المطلب. بعد كده في الثلاث دوائر دي هنعمل أعمام النبي حمزة، حمزة عم النبي، والعباس عم النبي، حمزة والعباس دي أعمامه. أبو طالب، يبقى أعمام النبي أبو طالب والعباس وحمزة، وجده عبد المطلب جده. دي في الثلاث فروع اللي تحت اهي. في الفرع اللي على اليمين دي آمنة، دي آمنة أم النبي آمنة. نيجي بعد كده نكتب عبد الله، عبد الله أبو النبي عبد الله وأمه آمنة. طبعا دي محمد، دي الدائرة الكبيرة اهي، محمد الرسول عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى أمامه أبو طالب والعباس وحمزة
وجده عبد المطلب وأبوه عبد الله وأمه آمنة وزوجته الدائرة الأخيرة هي خديجة. خديجة زوجته. دي نسب النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عملنا اللوحة هوت نكملها. بنلون بلون أخضر فاتح الدوائر دي بقى كلها اهي تدي شكل جمالي على أعمام النبي حمزة والعباس وأبو طالب. عايزين الفيديو ده يوصل لمية ألف لايك واكتبولي في التعليقات ايه رأيكم، وانا هسيب لكم رابط فيديو البطاقة المحمدية برضك نفس الرسمة دي شجرة للبطاقة المحمدية. اشتراك اشتراك واشتراك، عايزين تشجيعكم ده اللي بيخليني استمر على القناة. عملنا باللون الاخضر الفاتح الدوائر كلها هي رسمة سهلة جدا وبسيطة واي حد ممكن هو يرسم. زي ما انتوا شايفين بنعمل اوراق دي شكل جمالي اهو على الجوانب، وهنكتب هنعملها برضه باللون الاخضر التقيل وفي جنب باللون اخضر فاتح بتدي الظل والنور. وفي هنا ورقة غلطت اهي، وهنا ورقة اهي هنعملها بنعمل في الرسمة كلها ورق اهو زي ما شايفين بتدي الرسمة شكل جمال. بنعمل اهو باللون الاخضر التقيل من الجوانب، بنسيب الجانب التاني بنعمل باللون الاخضر الفاتح. الرسم يا جماعة ظل ونور، الرسم عبارة عن ظل ونور، وفي درس على القناة للظل والنور، لأن الظل والنور من قواعد الرسم الأساسية، ولابد اللي عايز يتعلم رسم لابد إن يتعلم قواعد الرسم، ومن ضمنها الظل والنور والنسبة والتناسب. عملنا الرسم كله وعملنا الورقة اهوت وعملنا اهو. هنيجي بقلم في الماستر اهو هنكتب شجرة شجرة نسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. شجرة نسب بخط النسخ اهو الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم. وبكده ينتهي درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.